بجولة على أبرز وأقرب المواعيد اللي عم نشهدها اليوم، شارع الحمراء على موعد مع مهرجان بيشبهه مهرجان الربيع لسنة 2016، مأكولات، أشغال يدوية، ألعاب خاصة للأطفال، عروض فنية، بالإضافة لأطول دبكة. هالنهار الطويل بيبدأ اليوم إذن الساعة 9 الصبح وبيستمر لل 11 ليلا، والمشاهد اللي عم نشوفها هي من أجواء السنين الماضية. اليوم ايضا ختام سوق الازهار والعصافير والمنتوجات المحليه يلي اصبح محطه سنويه بجبال. اليوم ختام هالنشاط يلي استمر لفتره 3 ايام من الجمعه لليوم الاحد بتنظيم من لجنه مهرجانات جبال. بدعوة من رابطة قدامى الجمهور، ريسيتال تحت عنوان مريم تجمعنا بكرة التنين بكنيسة مارمارون بالجميزة بمشاركة كورال مدرسة الجمهور وجمعية المبرات وأوركسترا شباب ليبام. المشاهد اللي كنا عم نشوفها هي من أوركسترا ليبام، وبتابع مع تنقل بعد ما تنقل بعدد من المناطق اللبنانية سوق الأكل اليوم بصيدا وتحديدا بخان الإفرنج. هالمحطة بدأت مبارح ورح تستمر لليوم من الساعة 5 بعد الظهر للعشرة المساء. نوم الغزلان تحت هالعنوان رح تفتتح المخرجة لينا أبيض عملها الجديد على خشبة مسرح الجامعة اللبنانية الأمريكية بكرة من 4 ل 10 نيسان. وللإضاءة أكثر على هالعمل تنضم لنا اليوم بتكون ضيفتنا بالاستوديو المخرجة لينا أبيض. بدعوة من الجمعية المسيحية للشابات لقاء ومحاضرة حول الترانيم السريانية المارونية خلال الجمعة العظيمة مع الأب توفيق معتوق يوم الأربعاء المقبل بستة الشهر الساعة 10:30 صباحا بمركز الجمعية بعين المريسة. بدورته الثانية بعود مهرجان سور الموسيقى الدولي بتنظيم من مسرح اسطنبولي، الاسم المكرم لهالعام هي السيدة فيروز، وبيشارك بهالحدث فرق عالمية من إيطاليا، كوريا، أندونيسيا وغيرها. المهرجان بيبدأ من 9 ل 11 الشهر. مثل كل يوم أحد منتذكر أغنية، واليوم أيضا مع الأجواء الفيروزية اخترنا وقفة مع السيدة فيروز مع أغنية طل وسألني إجا طل وسألني إذا إجا نيسان من كلمات وألحان الأخوين الرحباني. وما جبنا سيرة القمر، ولو إذا ما كان عنا قمر لازم نعلق قمر على القليلة كرمال الشعراء والسهرانين والعشاق. وهلا تنشوف الدليل، نحن هلا بشارع القمر، يعني اخر شارع بضيعة الغنين. بس يخلص غنين القمر بيكون خلص الوقت.
سألني إذا نسى دعي بقى خبيت الجيل وطار البيت في الغاب حبيت نفتح له وع الحب اشرح له طلعت ما لقيت غير الورد عند الباب بعدك على بالي يا قمر الحلوين يا سهر بتشرين يا ذهب الغالي بعدك على بالي يا حلو يا مغروم يا حدق ومنطوب على سطح العالي بعدك على بالي يا قمر الحلوين يا سهر يا ذهب الغالي بعدك على بالي يا حلو يا مغروب يا حدق منتوب على سطح العالي يا قمر لا حدا لو احنا نزيده بتطل الليالي وبتروح الليالي وبعدك على بالي على بالي بعدك على بالي يا قمر الحلوين يا سهر التشرين يا دهب الغالي يا حلو يا مغروب يا حدق ومنتوب على سطح العالي غنينا كتير قبل ما ارجع انتقل لعند بيارات موعد ثابت كل نهار كل نهار احد مع الاعلاميه ورده وقبل ما ناخذ اتصال مع الاعلاميه ورده بدي اذكر بضيفتنا لليوم وهي المخرجه لينا ابيض لنحكي معها عن عملها المسرحي الجديد اللي رح يبدا بكره الاثنين بتمام الساعه 8:30 على خشبه مسرح الايو وهلا اتصال مع الاعلاميه ورده صباح الخير صباح النور جوال كيفك وصباح الخير لبيارات أما عن عناوين المجالس بالأمانات فأولا الفرق بين بساطة كاري ومن وراء العظمة جري عنوان آخر نحن بألف خير السلبيات تحصل للغير وبين العناوين اسمها لا تعطيلية وفي الخاص تشكرت في اللقاء بين التحليل وما يقرر في الغرف المغلقة للحقيقة أي دليل نحلل الإشارات السياسية مع الكاتب الأستاذ أحمد الغز ضيف المجالس بالأمانات إلى اللقاء 8:30 إذاعة الشرق شكرا أخبار الصباح شكرا لك نتمنى لك حلقة موفقة ونهار أحد حلو نرجع لعندك بيارات لحتى نشوف حركة السير
المعاون رؤوف أبو العز من غرفة العمليات المشتركة التابعة لهيئة إدارة السير معنا على الخط لناخذ منه تفاصيل عن وضع السير. يعني بنعرف الأحد ما في كتير عجقة سير على الطرقات، الطرقات بهالوقت بتكون شبه خالية. بكل أحوال التفاصيل كلها رح ناخذها منه. صباح الخير. صباح النور يا هلا، كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. يعني بنعرف الأحد قديش بيكون الطرقات رايقة، بس رح ناخذ تفاصيل إضافية منك كمان قبل ما ناخذ كمان فكرة عن حوادث السير يلي صارت طبعا ومحاضرة السرعة. تفضل. صحيح، يعني حركة المرور الصباحية اليوم الأحد مثل ما تفضلتي خفيفة إن كان على مداخل العاصمة أو ضمن شوارع العاصمة. نعم. إجمالا السير كتير مرتاح وطبيعي على كافة المحاور دون وجود أي عوائق. نعم. مننتقل لحوادث 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 15 حادث كانت نتيجتهم 26 جريح ووفاة شخص للأسف. نعم. أما مخالفات الرادار هي 751 مخالفة. نعم. أكيد منطلب من السائقين التراوي والحذر أثناء القيادة مع وضع حزام الأمان وعدم تجاوز السرعة المحددة على الطرقات لتجنب الحوادث وحفاظا على سلامتهم. نعم. ومنذكر المواطنين أيضا الاتصال على الخط الساخن 1720 أو 112 في حال أي حدث طارئ، ومتابعتنا على موقع التواصل الاجتماعي على تويتر على العنوان @TMC Lebanon لمعرفة أوضاع الطرق. وشكرا. نعم، بس اليوم شارع الحمراء رح هيك يستقبل احتفالية بنوع خاص ليرحب بفصل الربيع، وبالتالي يمكن في بعض الطرقات رح بتكون مسكرة بالحمراء. الاحتفالية بتكون من الساعة 9 اليوم للساعة 22. نعم. من قبل لجنة تجار الحمراء كرمس بمناسبة عيد الأم. نعم. الشارع العام هو الحمراء الرئيسي. صحيح. اوكي، واكيد يمكن عناصر القوى الامنيه رح بتكون موجوده، يمكن هي تساعد المواطنين اكثر شو هي الطرقات اللي لازم يخطوها. اوكي، في اي طرقات اخرى رح بتكون مسكره او بعض الاشغال يلي بعدها مستمره كمان حاليا على الطرقات؟ الاشغال في اعمال صيانه على جسر صوفر المدايرج. نعم. بتبدا اعتبارا من بكره 4 من تاريخ 4/4 ولغايه 9/4. نعم. للمسلك المتجه من بيروت باتجاه البقاع، وبده يتم تحويل السير الى طريق صوفر الداخلي طيله تنفيذ الاشغال. نعم، ونحن بما انه هيك تواصلنا يومي معكم مثل ما انتم بتوصلوا لنا الاخبار، نحن كمان كمواطنين نوصلكم اخبار في الفاصل يلي على جسر انطلياس على الجهه الشرقيه، كمان هو بدوره يعني بلش فيه مثل خلل معين وممكن مع الوقت يسبب حوادث سير، هيك نحن بنستغل اتصالنا معكم بركي بتوصلوا للبلديه المعنيه. أكيد بتم امر معالجه هالخلل مراجعة بالفاصل المعنيين وبيشتغل على هذا الشيء. نعم نعم، نحن متشكرك على وقتك المعاون رؤوف ابو العز، بنتمنى لك نهار احد حلو وشكرا لك. رح نتوقف هلا مع فاصل ثاني ومن بعده بنتابع اخبار الصباح، ومثل ما ذكرنا بالمقدمه ضيفتنا لليوم المخرجه المسرحيه لينا ابيض لنحكي معها عن اخر انتاجاتها المسرحيه نوم الغزلان يلي رح تنعرض ابتداء من بكره على مسرح اروين بالجامعه اللبنانيه الامريكيه. طبعا لينا ابيض يلي وقعت مسرحيه الاء ازيك فين يا علي الديكتاتور مع عايده صبره وجوليا قصار مره لحالها ومسرحيات كثيره. بريك ومنرجع.